السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واتمنى ان كلكم تكونوا بخير، واهلا بيكم في فيديو جديد في القناة. اتكلمنا عن تجمعات كتيرة الفترة اللي فاتت باسعار بتبدأ من 1500 جنيه، عشان كده في فيديو النهاردة هنتكلم عن الشاشات، وهيكون في فيديو عن السماعات والماوسات والكيبوردات باسعار اقتصادية، وفي فيديو النهاردة هكلمك عن 3 شاشات كمبيوتر بسعر ما بين 750 ل 1100 جنيه، ومنهم شاشة تكون مناسبة جدا للألعاب، وشاشتين المصممين او صناع المحتوى، وهيكونوا بانل IPS والوانهم هتكون مظبوطة. بس الاول وقبل ما نتكلم عن كل دوت، خليني اقول لك تعريف سريع بالقناة لو اول مرة تشوفنا. في القناة هنا مهتمين بالجيمر اللي ميزانيته قليلة وعملنا تجمعات كتيرة اسعار رخيصه زي تجميعه ال1000 جنيه وتجميعه ال2000 جنيه، وبرده اتكلمنا عن قطع مكمله للبي سي او اكسسوارات البي سي باسعار قليله زي الماوسات والكيبوردات والسماعات والشاشات، يعني اي حاجه تحتاجها للست اب بتاعك اللي انا بنتكلم عنها هنا في القناه. فلو استفدت من المحتوى يا ريت تشترك في القناه، واسيب لك برده في الديسكربشن لينك الفيسبوك والانستجرام والتيك توك لو حبيت تعمل فولو هناك. خلينا نبدا باول شاشه معانا والاقل في السعر ولكنها مناسبه جدا للجيمنج، وهي الديل اي 1910 اتش، والشاشه بتيجي بسعر 750 جنيه، واسيب لك لينكات كل الحاجات اللي احنا هنتكلم عنها النهارده في الديسكربشن لو حبيت تشتريها. والشاشه بتيجي بحجم 19 انش، وفي شاشات كتيره بالحجم دوت، وحتى ممكن يكون سعرهم اقل من كده، ولكن المميز في الشاشه ديت ان هي بتيجي باسبيكت ريشيو 16 ل 9، يعني الشاشه هتكون مستطيله كده مش مربعه، وهتكون اريح وافضل ليك سواء في الالعاب او مشاهده الفيديوهات. والشاشه بتيجي بريزوليوشن 1360 في 768 وبتردد 60 هرتز وزمن استجابه 5 مللي سكند، وبتيجي بمدخل فيجا. وطبعا لو هنتكلم عن شاشه للجيمنج بتردد 144 هرتز وزمن استجابه 1 مللي سكند، فهنعلى بالميزانيه اكتر من كده، وهنبقى نتكلم عن شاشه بالمواصفات ديت قريب. لكن بالنسبه لشاشه الديل اي 1910 اتش، فامكانياتها مناسبه جدا بالنسبه للسعر بتاعها، وهتكون مناسبه جدا ليك في الجيمنج او مشاهده الفيديوهات. لكن لو انت عايز شاشه لصناعه المحتوى وتكون دقه الالوان فيها افضل شويه، فالشاشتين اللي هتكلم عنهم دلوقتي هيكونوا مناسبين اكتر ليك. بالنسبه لاول شاشه معانا وهي من ديل، واسمها بي 2017 اتش، وبتيجي بسعر 950 جنيه، وبانل اي بي اس، يعني الوانها هتكون افضل شويه من الشاشه اللي فاتت. والشاشه بتيجي بحجم 20 انش، وبريزوليوشن 1600 في 900، وتردد 60 هرتز، وسرعه استجابه 6 مللي سكند. والشاشه بتيجي باسبيكت ريشيو 16 ل 9، والستاند بتاعها تقدر تتحرك منه الشاشه في كل الاتجاهات، وممكن تخليها شاشه ثانويه بالشكل دوت لو بتعمل ستريم مثلا وعايز تقرا رسائل، والستاند كمان فيه مكان لتنظيم الكابلات. والشاشه كويسه جدا بالنسبه للسعر بتاعها. وبالنسبه لاخر شاشه معانا وهي فيليبس 2200 بي 4L، وديت بتيجي بسعر 1100 جنيه وبانل اي بي اس برضه، وبحجم 22 انش وبريزولوشن 1630 في 1050، وبتردد 60 هرتز وزمن استجابه 5 مللي سكند، وباسبيكت ريشيو 16 ل 10. والشاشه بتيجي مدخل فيجا وديسبلاي بورت ومدخل ديف اي دي، والشاشه ديت بتقدم لك افضل الوان في الشاشات اللي معانا النهارده، وهتكون مناسبه جدا لصناعه المحتوى والجيمنج. وبس كده يا صاحبي، كانت كل حاجه معانا النهارده. دوت كان فيديو سريع عن تعريف الشاشات ديت، وهسيب لك لينكات تشتري منها كل حاجه في الديسكربشن. واتمنى يكون الفيديو افادك وعجبك، واستنوني ان شاء الله في فيديو تاني قريب، وسلام.